صباح الخير. المحامية جمانة كيروس تتكلم معكم من برنامج في رحاب القانون. ببداية البرنامج بحب أذكر أنه مكتبنا مختص فقط بالأخطاء الطبية، قضايا الانزلاق، حوادث المرور، sexual discrimination, sexual harassment, police misconduct. ليلي بهمه الاتصال، أرقام المكتب هي 248-557-3645. كمان مرة 248-557-3645 أو 313-347-3880. كمان مرة 313-347-3880. بعتذر، أنا اليوم كمان ما رح أقدر استقبل اتصال أي شخص من المستمعين. الموضوع اليوم رح يكون عن حوادث السيارات، بس رح نحكي فقط عن بعض النقاط اللي يمكن لازم نركز عليهم شوي أكتر من العادة، لأنه عم شوف العالم عم يتعرضوا لأخطاء بهالأمر، أو المعلومات اللي عندهم إياها معلومات خاطئة. فمش لح أحكي عن كل شيء بهم حوادث السيارات، لا، لح أحكي عن 3 أو 4 نقاط مهمين جدا. والسبب اللي حنتكلم عنهم يا لأنه العالم ما بيفهموهن أو عندهم فكرة خاطئة عنهم، أو أشياء ممكن تفيد العالم والعالم برضو بعد مع أنه بتعرف فيها مش عم بتطبق هالنصائح. أول شغلة هي كمان مرة اختيار الانشورنس ايجنت بحادث السيارة مهم، لأنه بتمنى لو كل انشورنس ايجنت بيبيع انشورنس لصاحب سيارة بينصح صاحب السيارة يشتري حماية رخيصة جدا غير مكلفة، وبتساعد الإنسان ينام باطمئنان، ينام على حرير، عارف حاله، حامي حاله وحامي عائلته، حامي حاله وحامي عائلته وحامي حاله وعائلته من الآخرين لو شو ما صار بالنسبة لحادث السيارة. هذه الحماية غير مكلفة بتاتا. بعرف العالم تتدمر انه البريميومز تبع الانشورنس كومباني غالية جدا، احنا بنعرف هالشي، بس في جزء من الانشورنس جزء بسيط هذا مهم جدا ولسبب او لاخر غير مكلف. يعني ما بقى في سبب وجيه انه الانسان ما يشتريها. هي منا مثل الكوليجن كوفرج. الكوليجن كوفرج يعني حماية لتصليح السيارة، هيدي بتكلف كتير وهيدي بتعلي تكاليف الانشورنس. الكومبريهنسيف كوفرج يعني حماية ضد السرقة، حماية ضد الحريق الى اخره، هيدي بتكلف الانشورنس كتير وبيعلى البريميوم. وانما الحماية اللي انا بحكي عنها دائما واللي لسوء الحظ بعد في عدد كبير من العالم، بس انا فخورة اقول انه عدد اقل من العالم، برضو عدد غير مقبول كبير من العالم ما عم يشتروها، هي حماية اسمها Uninsured Underinsured. كمان مرة Uninsured Underinsured، يعني بالعربي المشبرح هي حماية الإنسان بيشتريها من الانشورنس كومباني تبعه، بتكلفه أقل من $20 بالسنة تيحمي حاله من العالم اللي عم بيسوقه اللي ما عندهم انشورنس، وليحموا حالهم كمان مهمة جدا من العالم اللي عم بيسوقه لشرين فقط المينيموم اللي هو $20,000. هذه الحماية مهمة جدا، لازم كل إنسان يكون عنده إياها، بالأخص بهالظروف الاقتصادية اللي نحن عم نمرق فيها، اللي عدد العالم اللي عم بيسوقه بلا إنشورنس كبر. إذا إنسان تعرض لحادث سيارة والسيارة ضربته ما عنده إنشورنس، ما بيكون عنده القدرة يقيم دعوة ضد السيارة التانية إلا إذا شاري هالحماية. إذا إنسان تعرض لحادث سيارة وضربته سيارة هيت أن ران، ما بيقدر يقيم دعوة ضد هديك السيارة الهيت أن ران إلا إذا شاري هيدي الحماية. كمان كذلك إذا إنسان تعرض لحادث سيارة
ما بيقدر يحصل ستلمنت مرتب من الانشورنس تبع اللي ضربه اذا مش هو شارح انشورنس حماية ضد الاخرين اللي عم يشتروا انشورنس ضئيلي. اسمه uninsured underinsured. مهم جدا. بتشتري راحة البال لكل انسان بسوق سيارة وغير مكلفة، معناتها ما في سبب كل انسان ما يشتريها. بدي نبه على نقطتين. في عالم بيتصلوا فيه بيقولوا لي جمانة عندي اياها، بتطلع بالبوليسي تبعهم بكتشف انه عندهم وحدة مش الاثنين، يمكن عندهم uninsurance بس ما عندهم underinsurance. انا عم بحكي عن حمايتين مختلفين عن بعضهم، واحدة بتحمي ضد السيارات اللي عم بتسوق بلا انشورنس، والاخرى بتحمي ضد السيارات اللي عم بتسوق بانشورنس بالانشورنس تبعها ضئيلة. حمايتين مختلفتين، لازم الانسان يتأكد انه شاري الاثنين. هيدي نمبر ون، مش واحدة فقط. كتير عالم بيقولوا لي عندها اياها بيطلع عندهم uninsured بس ما عندهم underinsured. تاني نقطة، بلفت نظر المستمعين، مش كل انشورنس كومباني بتبيعون. مثلا ستيت فارم ما بتبيع هذه الحماية، ما بتبيع underinsured coverage. ستيت فارم بتبيع واحدة من اثنين مش الاثنين. انا برأيي مع احترامي لستيت فارم ما بقدر اتعامل مع ستيت فارم، وما بقدر اطلب من ستيت فارم انه هي تأمن حماية على السيارة تبعي، لانه انا ما بقدر نام بالي مرتاح، لانه اذا تعرضت لحادث سيارة لا سمح الله مع سيارة اخرى والسيارة الاخرى عندها بس بوليس التأمين $20,000، هيدا بيعني انه الماكسيموم اللي حقدر حصله هو $20,000، هيدا شيء غير كافي. فبدي نبه المستمعين انه يتعاملوا فقط مع انشورنس كومباني بتكون بتقدم الحمايتين، حماية نمبر 1 وحماية نمبر 2. حماية نمبر 1 هي الانشورد، حماية نمبر 2 هي الاندر انشورد. حمايتين مش واحدة فقط، والانسان فقط بيتعامل مع انشورنس بتقدم الحمايتين. هيدي نمبر 1. نمبر 2، المبلغ على الحماية ما لازم يكون اقل من $100,000. يعني إذا إنسان تعرض لحادث سيارة والسيارة ضربته طلع ما عندها إنشورنس، أو السيارة ضربته طلع عندها هيت أند ران، عنده حماية ضد هالعالم لحد $100,000. كذلك إذا الإنسان تعرض لحادث سيارة مع سيارة أخرى وطلعت السيارة الأخرى شاري فقط المينيموم لتوفر مصاري اللي هي $20,000، هو لازم يكون عنده حماية ضد هالعالم لحد $100,000. هيدا بيعني إنه بيقدر المحامي تبعه يحصل $20,000 من الانشورنس تبع السيارة ضربته، وبيرجع للمعني بالأمر الانشورنس تبعه الخاصة فيه وبيحصل ما تبقى لحد $100,000، يعني $80,000. طبعا قدرة المحامي للتحصيل للـ100,000 هي كمان مبنية على درجة الإصابة، يعني إصابة بسيطة ما رح تأهل الموكل يحصل الـ100,000. بس كلمة كقاعدة عامة في نقلكم انه خبرتي وخبرة زملائي هي سنوات عديدة نحن منشوفها دائما كقاعدة عامة، كلما بوليسة التأمين كبيرة كلما أسهل أنه نحصل ستلمنت أكبر حتى لو الإصابة بسيطة. يعني إذا أنا قايمة دعوة ضد سيارة تاني والسيارة التانية عندها بوليسة التأمين $100,000 وأنا الموكل تبعي عنده ديسك بولش صغير، أسهل علي حصل $30,000 و$40,000 و$50,000 لأنه بوليسة التأمين هي $100,000. إذا كانت بوليسة التأمين $50,000 ما رح أقدر حصل أكثر من 10-15-20,000، وإذا كانت بوليسة التأمين $20,000 لحصل أقل. فكقاعدة عامة كل ما كانت بوليسة التأمين اللي نحن ملاحقين أكبر، يعني the bigger the policy on the table is، كل ما المحامي عنده room to maneuver ويعلى ويطالب أكثر، لأنه بيعرف عنده لحد $100,000 حتى لو الأذى بسيط جدا، حتى لو الأذى بسيط جدا. لكن أول نقطة مهمة جدا، هيدي النقطة ما بينتظر الإنسان ليتعرض لحادث سيارة لحتى يقوم فيها. أول نقطة وأول نصيحة عم بعطيها اليوم لازم الإنسان يطبقها قبل ما يتعرض لحادث سيارة. من بعد ما يتعرض لحادث سيارة it's too late، ما بقى يقدر يرجع لورا،
ويصلح اللي ارتكبه. أول نصيحة هي للعالم اللي عم يشتروا إنشورنس والعالم اللي عم يتسمعوا هلأ اللي مش عارفين إذا عندهم إياها، لازم يتصلوا بالإنشورنس ايجنت، أو إذا بيحبوا يتصلوا بالمكتب تبعي بتاخد معنا لحظة، أو يتطلعوا على بوليس التأمين تبعهم ليشوفوا إذا عندهم uninsured underinsured. ما عندهم إياها بيتصلوا دغري وبيحصلوا عليها عبر الهاتف، لا أقل من 100,000. 2 إنشورنس مش وحدة، 2، واحدة اسمها uninsured، واحدة اسمها underinsured، 2 different insurances. هيدي أول نقطة. تاني نقطة، لازم تكون لا أقل من 100,000، ولازم تكونوا متأكدين عم تتعاملوا مع insurance company بتقدمون، لأنه مش كل insurance company بتقدم هدول الحمايتين الانشورنس. هذه هي أول نقطة. تاني نقطة، بتمنى لو مناخد وقفة سريعة ومنرجع على البرنامج لح احكي عن أهمية الانتباه من السورفيلنس، بالأخص بوجه الكلام للرجال، بالأخص للرجال اللي كانوا يشتغلوا وبعدين تعرضوا لحادث وما عم يشتغلوا، ولح نحكي عن تأثير الرجوع على العمل على الكيس تبع الإنسان. في فكرة خاطئة وشائعة وعم تجبر العالم يكذبوا للمحاميين تبعهم ويوقعوا بمشكلة كبيرة وباحتيال، عم يرجعوا على العمل بعد وقت معين، ما عم بيقول للمحامي لأنه عم بيخافوا إنه إذا قالوا للمحامي بيفتكروا إنه الكيس تبعهم انتهى. هيدي مش مظبوطة المعلومات، رح نحكي عن هالنقطة بطريقة مفصلة جدا، لأنه في عدد كبير من العالم موكلين عندي وعند غيري عم يوقعوا بهالمشكل، وهيدا مشكل بيقدروا يتحاشوا. وقفة سريعة. حوادث مرور، إصابات شخصية، أخطاء طبية، عندما يقع الحادث وتتفاقم الأوجاع وتتراكم المشاكل المالية عليك وتصبح بحاجة إلى استشارة قانونية تهديك إلى مكامن الحلول لمشاكلك الصحية والمالية، اتصل بالقانونية البارعة والأكثر خبرة في قضايا الانزلاق وحوادث المرور والأخطاء الطبية، المحامية جمانة كيروز، الحاصلة على تسويات مالية لموكليها تجاوزت 7 ملايين دولار في العام 2008. اتصل الآن من أجل الاستشارة مجانا على الرقم 248-557-3645 248-557-3645. المحامية جمانة كيروز على استعداد بمساعدتك الآن. 248-557-3645. كمان مرة المحامية جمانة كيروز من برنامج في رحاب القانون. كمان بذكر ما عم نتقبل اتصالات اليوم لأنه عم نحكي عن بعض النقاط، فقط بعض النقاط المهمة جدا بما يخص حوادث السيارات. عدد حوادث السيارات مرتفع ولح يرتفع أكثر لأنه تغيير الطقس، الجليد، التلج إلى آخره. تاني نقطة بحب أتكلم عنها، نقطة مهمة جدا. في عالم بيتعرضوا لحوادث سيارات بيكونوا بيشتغلوا موظفين أو عندهم عمل، بسبب الحادث بيوقفوا عن العمل، بيوقفوا عن العمل وبيبلش المحامي بدعوة بيقبلهم. بيجي وقت الانشورنس كومباني ما عادت تدفع لهم حقوقهم، مرق شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. أغلبية الأوقات الرجال اللي هن رب العيلة واللي هن مسؤولين عن مصروف العيلة عم يشعر إنه مصيبة إذا رجع على العمل لأنه الكيس تبعه لح ينتهي، ومصيبة إذا ما رجع على العمل لأنه عيلته بتحتاج لمصاري. كتير من هالأشخاص أغلبيتهم رجال، لأنه تراديشنلي بالجالية العربية والكلدانية الرجال عادة هو اللي أكتر شيء بيكون مسؤول عن المادية، مع أنه عم تختلف الأمور بهالأيام، وإنما عم بيحاول صاحب الدعوة يرجع على العمل، ما بيخبر المحامي تبعه، الكيس تبعه ماشي، الانشورنس كومباني جمعة أو جمعتين أو شهر قبل الستلمنت، قبل ما تيجي بدها تدفع 20-30-50-60-70-80 ألف دولار، بتوكل تحري خاص
بتدفع له 150-200 دولار بالساعة، بتطلب منه بلوك 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، بتعطي أدرس تبع الإنسان وين عايش وبتقول له الحقه شوف شو عم يعمل، لأنه نحن شاكين أنه رجل صار له سنتين ما عم يشتغل، صار لنا سنة ونص ما عم ندفع له مصاري، كيف عايش وكيف معيش عائلته؟ الحقه. والمصيبة اللي بتصير وقت اللي تحري بيلحق الموكل وبيلاقي الموكل عم يشتغل، بيتلقى المحامي اتصال من قبل المحامي تبع الانشورنس كمباني جمعة او جمعتين او شهر قبل الستلمنت، عنا شريط تسجيل بتفرجي انه الموكل تبعك او تبعك عم يشتغل. انتهى الكيس، لانه نحن عم نقول انتهى الكيس. الكيس مش بس صار قضية احتيال، مش بس تسود وجه المحامي قدام الانشورنس كمباني اللي اوقات ممكن تشك انه المحامي متواطئ مع الموكل تبعه وعارف، بس كمان انتهى ماديا الكيس تبع الانسان. السؤال بيطرح نفسه، هل هالشي ضروري ولا هل في حل اخر بيقدر يمعني بالامر؟ اللي قايم دعوة ضد الانشورنس تبعه واللي قايم دعوة ضد الانشورنس كمباني تبع اللي ضربه بيقدر يشتغل، بس برضو ما عم بيكذب على الانشورنس كمباني والكيس تبعه ما رح ينتهي اذا قال للانشورنس كمباني عم يشتغل. فيني قلكن الكيس تبع الانسان ما بينتهي، خليني ردد كمان مرة، ما بينتهي، وبيقدر يحصل الوفات ويمكن عشرات الوفات الدولارات ويمكن اكتر من هيك اذا رجع على العمل. وانما اذا رجع على العمل وما قال للانشورنس كمباني ولقطوه والعيون على العرب والكلدين 10-10 بالأخص الرجال، إذا لقطوا انتهى الكيس تبعه كومبليتلي، رح يشوف صفر. مش بس مش رح يشوف مصاري، رح يشوف مصاري بتاتا. سو شو الحل؟ الحل بسيط جدا، الموكل بيتصل بالمحامي تبعه وبيقول له صار إلي 4 أشهر حارج العمل، أو صار إلي 7 أشهر، أو صار إلي سنة، أنا بدي أعيش عائلتي، لقيت شغل بدي أرجع على شغلي. الموكل بيتكلم مع الطبيب تبعه، اولا بيطلب يخبر المحامي ودايما بيستشير المحامي، ثانيا بيثابر بالعلاج، بيضل يروح عند الاطباء تبعه حتى لو رجع على العمل. ليش؟ لانه بعده متأذى. في عالم بتعض على جرحها وبترجع تشتغل علما انه بعدها موجوعة وبعدها متأذية. بيقول لطبيبه يا حضرة الطبيب انا راجع على العمل مع انه انا مش ارادتي، انا موجوع بس مضطر لعيش عائلتي. ساعتها الطبيب اللي هو بيعرف انه هالانسان بعده عم يتألم وبعده موجوع وبعده بيحتاج لعلاج، بيعطيه رشدة with restrictions، يعني مع شروط. يعني شروط هي ما يحمل اكتر من 10 pounds او 25 pounds، ما يقرفس، بيسمون بالانجليزي no lifting no bending no pushing frequent breaks، يعني هالزلمة أو هالامرأة بتقدر ترجع على العمل بس عم ترجع with restrictions، يعني عم ترجع مع شروط، شروط من قبل الطبيب. شو معناتها بعيون الانشورنس كمباني؟ معناتها هالإنسان مضطر يرجع على العمل، بس هو ما عاد مثل ما كان قبل، ما عاد زين وصاغ، لا بعده متأذى وبعده عم يتعالج وبعده الطبيب تبعه مرجعه على العمل بس مع شروط. هيك الكيس تبعه بيكمل. ممكن قيمة الكيس تبعه تخف شوي بدون شك. إذا إنسان رجع على العمل من بعد 3 شهور من الحادث، الكيس تبعه ضعيف بس موجود، مش راح. الإنسان اللي بيرجع على العمل من بعد 6 أشهر الكيس تبعه أقوى. الإنسان اللي بيرجع على العمل من بعد سنة الكيس تبعه برضو أقوى. ما في شيء بيقول قانونيا انه اذا الانسان قايم دعوة ضد الانشورنس والدعوة ماشي الى سنة سنة ونص الانسان يكون قاعد بلا شغل، ما هيك بيقول القانون. ما بعرف ليش العالم بتفكر انه لازم طالما الدعوة ماشي ما يرجعوا على الشغل. That is not true. يعني منا منطقية انه انسان سنتين من بعد حادث يا بعد ما بيقدر يرجع على الشغل، الا اذا كان متأذى بطريقة جدية جدا طبعا. بس أغلبية العالم يعني حوادث سيارات على درجات، في عالم تتوفى بسببها، في عالم تتكرسح لا سمح الله بسببها، في عالم تتأذى قليل، في عالم تتأذى كتير، في عالم تتأذى ميديم، مش كل الحوادث مثل بعضها. فلهيدا السبب ما في شيء بيمنع الموكل انه يرجع على العمل،
لازم يتكلم، مش ضروري ينتظر ليخلص الكيس. وإذا طلع الكيس خسران، في احتمال. تصور إذا هالإنسان اللي قاعد بالبيت ناطر الكيس تبعه وطلع الكيس من بعد سنتين خسران لسبب أو لآخر، نادرا بيحصل بس ممكن يحصل، هالإنسان بيكون عطى سنتين من حياته على الفاضي. لا، احنا ما منريد هيك، احنا منريد انه الانسان القادر يشتغل يرجع على العمل، بس يتكلم مع المحامي تبعه. المحامي تبعه بيقدر يقول للانشورنس، ساعتها يحطوا رقابة شو ما بدهم. هو ما كذب على الانشورنس، هو قال على الانشورنس انه عم يشتغل بإفادته، قال عم يشتغل، بس هيدا الانسان ما رجع صاغ مثل قبل، هيدا الانسان بعده عم يتألم، وبرهانا على ذلك بعده عم بيشوف الطبيب، بعده عم يتعالج، وعنده restrictions يعني عنده شروط على رجوعه. هيك الإنسان بيقدر يشتغل وبيقدر يحافظ على الكيس تبعه. انتقالا بدي أحكي عن نقطة من وقت لآخر كمان بسمع عنها، وكمان فكرة خاطئة. في كتير عالم عندهم SSI أو عندهم Medicaid، ما بدهم يقيموا دعوة ضد السيارة اللي ضربتهم لأنه خايفين يخسروا الـ SSI أو الميديكيد. خوف وجيه، خوف بمطرحه، وإنما في حل بالقانون. في حل وحيد بالقانون بيأهل الإنسان اللي تعرض لحادث سيارة وما بده يخسر، لأنه SSI وميديكيد هي مبنية على حاجة الإنسان اقتصاديا ماديا. يعني الجوفرمنت الحكومة بتعطي الإنسان ميديكيد لأنه بيحتاج للطبابة هو فقير، أو الحكومة بتعطي الإنسان SSI لأنه محتاج لمساعدة وهو فقير. بس إذا هالإنسان فوت ستلمنت 20,000 دولار أو 30,000 دولار، ساعتها بده يخسر ميديكيد و SSI. السؤال اللي بيطرح نفسه، الإنسان اللي عنده SSI أو ميديكيد بس عنده جود كيس وبيقدر يقيم دعوة ضد اللي ضربه ومردوع من هالأمر لأنه خايف يخسر ميديكيد و SSI وخوفه وجيه، هل بيقدر يقيم دعوة؟ الجواب هو يس، بس في حل وحيد فقط. بآخر الدعوة، بديل ما المحامي يعطي الستلمنت كله للموكل والموكل يحطه بالبنك أكاونت والحكومة تعرف فيه وبسببه يخسر الميديكيد وال SSI، في حل وحيد قانوني وشرعي بيحمي الـ SSI والميديكيد بس بيأهل الإنسان أنه يحافظ على المصاري اللي حصل عليها، هي بيسموها Structured Settlement. Structured Settlement هي Settlement بيقدر الإنسان يدخل فيها بنهاية الكيس، بيحطوا المصاري ببنك أكاونت والمصاري بتنمى، وبيقدر الإنسان يسحب لبعض الشروط فقط، مثلا ليشتري بيت بيقدر يسحب مصاري، هيدا بتأهله أنه يحافظ على المصاري، بيقدر يسحب مصاري ليشتري بيت، بيقدر يسحب مصاري ليشتري سيارة، بس ما بيقدر يسحب مصاري ليروح شوبينج ويشتري تياب وهدوم مثلا. بيقدر يشتري كل هالأشياء، بتأهله يترك المصاري بالستركتشر ستلمنت وبتأهله يحافظ على ميديكيد وعلى SSI. من أحد من الكيسز تبعي الكبيرين جدا اللي حصلنا فوق المليون لسيدي خطأ طبي، كان من الضروري جدا نجيب لها المصاري بس كانت هست على SSI وميديكيد، ونحن ما بدنا نجيب لها المصاري ونحرمها من الأساسي وميديكيد لأنه يمكن بالمستقبل تعوز ميديكيد. الحل الوحيد هو أخذنا المصاري اللي هي فوق المليون، حطيناها بستركتشر ستلمنت، ومش من زمان سحبت مصاري منا، اشتريت بيت، اشتريت سيارة، وفي بعض الأشياء الأخرى بيقدر الإنسان يشتريها. بشكر المستمعين وبتمنى لكل شخص ويك اند سليم. بشكر المخرج وبشكر الأستاذ ساهر المالح. للأسبوع القادم إن الله رد.